عندي عباس اسحاق يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيات وتقدير الاخ العزيز ابو الغيره والنخوه العربيه الاصيله نجم الرباعي ابن الاماره. اريد انخاك بروح والدك وبروح امك، قسم عليك بصيامك او صلاتك. اريد اقابل وزير الداخليه الفريق عبد الامير الشمري، اقسم عليك. زين القصه، يقول انا منتسب قياده شرطه محافظه بابل وتم ترشيحي الى شرطه حرس الحدود المنطقه السادسه، وانا صاحب 4 بنيات، اكبر وحده بالصف الثاني ابتدائي. احكي لك قصتي. امر فوج طوارئ بابل، الثالث العميد حسين رشدي شد وياي ونقلني الى شرطه حرس الحدود المنطقه السادسه، لان اشتكيت عليهم قائد شرطه بابل السابق علي هلال العادلي كون عنده قضايا فساد يبوك بالتيول والاسلاك مال جرف الصخر، وشلع بالنخل ويفلش بالبيوت مال الاهالي، وما اقدر اكمل بالرساله. اريد اقابل وزير الداخليه لان انجبرت وتركت دوامي صار سنه، والله راح اموت من القهر. قياده شرطه بابل اعطوني اياه. عباس. نعم السلام عليكم استاذ نجيم. حياك الله عباس. عباس تاج راس يعني. الله يسلمك استاذ. الان عميد حسين رشيد. نعم. امر فوج طوارئ بابل الثالث ما زال بالخدمه؟ لا، نقلوه لبغداد للمتابعه مدروها النقل. نقلوه من الفوج، مو فوجنا، حولوه اتحاديه. زين. وظل بمكانه بالجرف. انت تقول عميد حسين يبوق تيوله ويبوق اسلاك بجرف الصخر ويشلع نخل ويهدم بيوت، وانت هاي الحقائق ذكرتها لقائد شرطة بابل؟ هذه لا ما خلاني، انا خابرت قائد الشرطة انك لازم واجه بسيطرة غريبة مال اسكندرية اي بالسيطرة. فيوم كانت تظاهرات تشرين يطلعون بالمغرب للفوج، من الفوج يمشون يعزلون يعني ياخذون من السيطرة، ظلت بس ثاني زين بالسيطرة. السيطرة الرئيسية مدخل غريبة، مدخل جرف الصخر البحيرات. اي فعادي من مشوا لهذا للمغرب ما جوني زين، يعني تقريبا ورا الصلاة اجوا. قلت لهم ها، قالوا احنا اخذنا اجازة وراح ننزل للبيت المنتسبين اللي وياي. قلت لهم شلون انا ظالوا تدرون هاي منطقه ساخنه وتخوف، شلون اعوف يعني؟ هسه انا ما لي علاقه بهاي القصه، لي علاقه بقصه مالت البوق العميد الشد وياك. انت ثبتت يعني هذا الموقف يم امر نقلني بالشعر ينقلني مرتين. انت ثبتت هذا الموقف يم قائد شرطه بابل؟ حكيت له هذا الحكي؟ اي نعم، المكتب القائد. قلت له العميد يبوق تيوله وسلاك ويبوق نخر ويهدم البيوت؟ لا، المدير مكتب القائد داني سولفت. زين مدير مكتب ليش ما بلغ القائد؟ ما اعرف بعد بلغه ما بلغه. هذا الحكي يا سنه، هذا بدايه 22. بدايه 22 انت وراها بطلت لو شنو؟ اني ما هيت الا كتابي الى شرطه حرس الحدود المنطقه السادسه بالموصل. نقلك هو؟ اي نقلني هو. قلت له ليش سيدي ليش نقلتني؟ قال لي انا من المشكله انا من المتابعين يعني متابعينك النهار كله. قال ادري بيك، راح ظلت ناشد نجم الربيعي وشوف ولكت الله يرجعك، بس والله هذا شارب مو علي. اذا واحد وصل صوتك لوزير الداخليه ورداك لو اكو مجال عبرك التركيه. زين انت الان انا راح ابعث الفيديو للسيد وزير الداخليه، ومعالي الوزير. نعم. ابو مصطفى ما يقبل بظلم الناس، حتى القضايا اللي مر عليها سنوات راجعها. انا اوديك اياها، لكن انت مطالب باثبات كل حرف قلته على السيد العميد، ومطالب ايضا انه انت نقلت هذا الى مدير مكتب القائد. هو تحداك اذا رحت النجم الربيعي شلون خلي رجعك. انت تقدر تثبت هذا؟ ها؟ أنا من يشهد لي؟ والله منتسبين ويا كانوا بس ما حد يشهد لي. إي بابا أنت ليش عفت الخدمة؟ أنت ليش ما بقيت تداوم حتى تحتفظ بحقك؟ أو تشتكي وأنت تداوم وناخذ لك حقك؟
استاذ نجم، انا اكبر واحد بصف الاول ابتدائي، بنياتي ومرتي عندها حاله نفسيه، وانا حاطط منطقه عشوائيه. حبيب قلبي اشهد الله علي، عبالي اموت ويلفوني بعلم عراقي. اني اقدر هذا، لكن انا اللي ما اتفق عليه، ماكو كل شرطي او كل جندي او كل ضابط ينقل من وحده لوحده بسبب ظلم وكذا يزعل على الدوله ويعوف الخدمه وبعدين يدور. ما يصير بابا، ما يصير. انت انا وانت اليوم هسه انا موظف اشتغل منه باكر القناه، قالوا لي ارجع لبغداد، مثل ما جابوني من بغداد حطوني هنا. انت شرطي وقعت عليك مظلوميه، ما تعوف الدوام بابا وتروح. ومع هذا انا اتعاطف مع موقفك، اتعاطف مع موقفك، وانا اسمع هواي متنفذين يقول لك خلينا نجبر ربعي في ايدك. بابا شنو انا لازم لي سيف مسلط على الناس؟ شنو انا رجل امثل مظلوميه الناس امام القانون وامام القضاء، واتوسم كثيرا وخيرا بكثير من الناس الخيرين اللي اعادوا الحقوق لاصحابها. حتى هم نسيت اذكر اليوم احد المتصلين والله قال لي وانا حاضر لاي اتعاب، ذكرت هسه انا عبالي احكي وياه شنو اي اتعاب. انا اشتغل بمظلوميه الناس حتى اخذ اجر من هذا واجر من ذاك؟ لا بابا. خاف واحد يقول لك انا اوصلك النجم الرباعي وانا حل مشكلتك ويقول لك على فلوس على الهواء مباشره اعلنها. انا اتشرف ان اكون خادم لكل مظلوم عراقي بلا اجر وبلا ثمن، وعندما استعيد له حقه انحني اجلالا واكراما للمسؤول. صار ايش فادت اهل الفلوس؟ وايش فادت اهل الرشاوي؟ وايش فادت اهل المناصب؟ اتشرف بخدمه العراقيين ومجانا. اخاف مواطن واحد يقول له ترى صديقي نجم اطيني وانا لا 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 مباشره.